السيارة البريطانية الصينية MG ZS بموديل 2023، نتكلم بالتحديد عن نسخة اللكجري فيها الفل كامل. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل سريع. قبل لا نبدأ هذه التغطية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغونا نستعرضها لكم بالأيام الجاية. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعنا غاليين، تغطيتنا لليوم نتكلم فيها عن أصغر سيارة ضمن السيارات العلامة البريطانية الصينية MG ZS بموديل 2023. نتكلم بالتحديد عن نسخة اللكجري فيها اللوكس فيها الفل كامل بمواصفات وميزات جدا جميلة. طبعا تنزل على MG ZS عدة محركات وعدة فئات. بشكل سريع بهذه التغطية راح نتكلم عن كل التفاصيل هذه، لكن اللي يهمنا في نسخة اللكجري بتنفس الطبيعي، نفس المحرك اللي اليوم موجود معنا، المحرك الثاني التيربو 3 سلندر، والمحرك الأول اللي هو نفس المحرك أو الفئة الأولى اللي هي نفس المحرك اللي موجود على هذه الفئة بفئة الستاندر. فئة الستاندر قيمتها 64، فئة اللكجري أو اللوكس تنفس الطبيعي ب 73، وفئة اللوكس بمحرك 3 سلندر تيربو قيمتها ب 87 أو 78 ألف ريال. هذه أسعار سيارات MG ZS أو فئات MG ZS. المحرك الأخير المحرك الكهربائي تقريبا معدل قيمته حول 115 ألف ريال، صار 300 تقريبا من العام الماضي. نجي لMG ZS. أول حاجة تلاحظونه في الواجهة الأمامية، نتكلم عن التصميم والتجهيزات في الواجهة الأمامية. أول حاجة تلاحظونها الإضاءات كلها LED، بالنسبة للعالي والواطي كلها LED مع خاصية الليد النهاري أكيد موجود بهذه الزاوية. بالنسبة لكشاف الضباب يتحرك معك حسب الحاجة، إذا لفيت يمين أو لفيت يسار فالكشاف يشتغل معك على جهة اليمين أو اليسار. مثل ما أنتم ملاحظين الحين هنا، فعلى حسب الحاجة. هنا شعار MG متوسط الشبكة الأمامي، الشبكة الأمامي جاي باللون الأسود. أسفل شعار MG كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية نأخذ منها 360 درجة، بالإضافة لفتحات للتهوية بالجزء السفلي. تصميم السيارة كسيارة كروس أوفر صغيرة بالحجم مناسبة وجميلة، بالإضافة لأنها تستهدف بالفعل أولى فئة الشباب. سيارة صغيرة بالحجم، شبابية رياضية عصرية جميلة. وهنا الجزء الجانبي، مقاس الجنب طبعا وتفاصيله بشكل كامل. طبعا الجنب جاي باللون الفضي واللون الاسود. مقاس الجنب 17 انش على 55 على 215. طبعا هنا مثل ما انتم ملاحظين بلاستيك بالجزء السفلي للسيارة، حماية للسيارة بشكل كامل، بالاضافة لهذا الجزء طبعا بلاستيك لكن جاي تصميمه على تصميم كروم. دخول ذكي على باب السائق والراكب الامامي، هنا المقابض عليها كروم، بالإضافة لإشارات بالمرايات وكاميرا جانبية أسفل المرايات. المرايات مدمجة بالنوافذ طبعا، كذا الأصوات داخلها مقصورة بتكون أكثر، لكن رؤية 360 درجة. هنا بالإضافة لي فتحة بالسك بنوامية، عوارض بالسك أكيد، زعنفة موجودة بالخلف وجناح خلفي، حساسات خلفية، إضاءات خلفية LED ديفيوزر بالخلف، تصميم فتحات العادم طبعا تصميم جميل، لكن كل هذه تعتبر إكسسوارات، لأن بالحقيقة طبعا فتحة التهوية بهذا الجزء، كاميرا خلفية، ثلاث حساسات خلفية، الشنطة الخلفية تنفتح معنا بهذه الطريقة وتتقفل بهذه الطريقة. السيارة تعتبر اقتصادية لأعلى حد. كلة البنزين تمشينا بالسيارة 17.2 كيلو، التقييم ممتاز، بنزين 91 دفع أمامي 2023، محرك 1500 سي سي غير CVT. نتكلم عن إمكانيات المحرك وأرقام المحرك في MG ZS. كإمكانيات بالمحرك، محرك 4 أسطوانات دفع أمامي 1500 سي سي، الأحصنة فيها 112 حصان والحزم 150 نيوتن، مرتبط بناقل حركة CVT. نظرة سريعة على غطاء المحرك، سعة خزان القوت نتكلم عن معدل تقريبا حوالي 40 لتر أو 45 لتر بمعنى أصح. هنا المحرك بشكل كامل، بطارية بطانة داخلية موجودة عليها أكيد تقلل الأصوات داخل السيارة،
سعة خزان الوقود مثل ما ذكرنا تقريبا حوالي 45 لتر. وهذه المساحة الخلفية تعتبر بين منافساته من أفضل السيارات. إذا كنا نتكلم عن منافساته فحنا بنتكلم عن شنجان سي اس 35، ونتكلم عن هافال جوليان، ونتكلم عن عدة سيارات. طبعا عندنا من كيا، عندنا سونت، وعندنا من هينداي، عندنا السيارة الأخيرة اللي وصلت في الفترة الأخيرة اللي هي هينداي فينيو. كل هذه السيارات تعتبر منافسة لام جي زد اس. هذه المساحة الخلفية، هنا الاستبنة والكتيب. طبعا بامكاننا نحط الجزء هذا هنا بحيث انه ايش بيكون بالاعلى، لكن هنا مثل ما انتم ملاحظين خلوها زي ما هي. هنا الفرشات، ادوات السلامة بالسيارة. بامكاننا نفتح هذه، بتكون بطريقة مثل ما انتم ملاحظين، بس بتكون سهلة كسرها. ترى هذه مشكلتها، بتحط رشات ثقيلة فعلى طول بتنكسر من هذا الجزء من المنتصف. يا سادة يا كرام، فتتحسف عليها، خليها أحسن شيء بهذه الوضعية حتى تحافظ عليها، وتجنب إنك تحط فيها أي حاجة إلا إن كانت أوراق كتب خفيفة. أوكي، أما حاجات ثقيلة فما ننصح فيها أبدا. نبدأ بالجزء الخلفي. السيارة للأسف ما فيها فتحات تكييف بالخلف، المعدل قصة تكاية بالوسط، لكن فيها فتحات تكييف ومنفذ USB بالخلف، بالإضافة لأنه طريقة الدخول والخروج من السيارة بكل بساطة. وهنا المحصورة الأمامية، السيارة تعتبر جميلة بالتصميم الداخلي وجميلة بالتصميم وأجمل بالتصميم الخارجي. طبعا مثل ما أنتم ملاحظين تطريز باللون الأبيض، فتحة بالسقف الأمامية، نقاب الداخلية كروم، نوافذ كلها كهربائية، مساحة تخزين هنا بشكل جميل. هذا الجزء جاي باللون الأسود بشكل جميل. أسفل النوافذ كروم بشكل كامل مثل ما أنتم ملاحظين، أسفل النوافذ كروم بشكل كامل. هنا دخول ذكي مثل ما ذكرنا على الباب السائق والراكب الأمامي، وهنا مثبت لمرتبط الأطفال أيزوفيكس. طبعا للأسف مرتبة الراكب الأمامي تحكم فيه يدوي، تحكم فيه يدوي. هنا التطريز، وهذه هي كل تفاصيلها المهمة. مفتاح السيارة فيها الفتح والإغلاق وفتح الشنطة، بالإضافة للتنبيه موجود أكيد على مفتاح أو الريموت كنترول. رأيكم بالسيارة وتصميمها الخارجي؟ الحين بنشوف مع بعض التفاصيل المهمة. أول حاجة تشوفون 360 درجة على أي جهة. طبعا ما شاء الله كل الجهات، فما شاء الله متميزة فيها. طبعا ميزة جميلة بسيارة قيمتها 73,000 ريال بهذه التفاصيل. تلاحظون هنا التراكشن مانع الانزلاق، بالاضافه لنزول المحررات، من 360 درجه، منفذ USB، منفذ تايب سي. يعني التحكم بالتكييف، المناخ داخل السياره موحد غير منفصل، تشغيل السياره بالبصمه، جير سيفتي، بريك الكتروني اوتو هولد، حامله اكواب اثنين. هنا الدرج، وهنا مساحه تخزين، الدركسون مكسوف الجلد. هنا تلاحظون اول حاجه اللي هو الكروم موجود على عجله القياده. هنا صوت البوري، كروم بشكل كامل. هنا الكروم، تصميم الدركسون جميل. هنا فتحة التكييف، تحكم فيها بهذه الطريقة، بإمكانك تفتح وتقفل بشكل كامل. الشاشة فيها نظام الأبل كار والأندرويد أوتو. فهذه كل تفاصيلها وكل تجهيزاتها وكل مواصفاتها الحلوة. السيارة ما هي خاصة بالتسارع، سيارة داخل البلد مناسبة، بدك تكون على الخطوط تاخذك على الخطوط بشكل مناسب، بقيادة جميلة وبسيطة. اما اذا انك تبغى نسخة الاداء الرياضي فبتتوجه للثلاث سلندر محرك تيربو، هناك الامكانيات جدا عالية،
ما نقول انه برضو هناك التسارع فيها عالي، لا، تعتبر تعطيك طابع رياضي او نفس رياضي بمعنى اصح بشكل بسيط. فهذه السيارات اساسا مصممه لانها تكون داخل البلد وتخدمك بشكل افضل. في النهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم، مثل ما قلنا في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في هذه التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. تفتح فتحة السقف وهنا تفتح الستارة. نثبت السرعة، هنا الإنارة. عجلة القيادة بس هذه الوضعية، مية الأسلوبية. في أمان الله.